هذا المتحف تدشن في 5 يناير 2017 على يد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن المتحف تقريبا مبني على جوج الهكتارات فيه منطقه خارجيه ومنطقه العرض الدائم ومنطقه المتخصصه للمحاضرات. بالنسبه فكره انجاز المتحف تعود للاستاذ احمد توفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه. الشيء علاش؟ لانه تدبير الماء عبر التاريخ كان كيرجع لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. قبل ما يكون الماء متفرق على حسب الاحواض المائيه اللي حاليا لا تدبير الماء بالاحواض المائيه، مي كانت وزارة الاوقاف هي اللي عندها الوثائق هي اللي كانت كتسدج الماء من المناطق الجبليه للمدن عبر الخطارات عبر السواقي علاش بالضبط مدينه مراكش اللي كنعرفوا هو التاريخ ديال الماء قديم بالنسبه للمغرب اكثر من 12, -12 قرن مدينه مراكش تسلسل الدول الحاكمه بالنسبه لمراكش من المرابطين الموحدين السعديين اعطى المدينة واحد التراث مائي جد متنوع وجد قديم اللي كيعود للخطرات كيعود للمناطق تخزين الماء وتوزيع الماء في المدينه بالنسبه للمتحف هذا الشيء كله كيتطرق كي ليه في القاعات اللي فيها تقريبا ثلاثة ديال الطوابق كل طبق فيه أربعة ديال المحاور موضوعاتية حول الماء إذا عندنا تقريبا 13 موضوع اللي مطرقين اللي هنا في المتحف نبداو بالطبق الأول فيه أربعة المواضيع الموضوع الأول هو الماء ك ك تحدي وطني ودولي لأنه كنلاحظوا بأنه تقريبا تسعود ديال الدول هما اللي كيتوفروا على 60% من الماء الصالح للشرب والماء السطحي والدول الأخرى عندها تقريبا 40 40 40% ديال الموارد المائيه دونك هذا التنوع تنوع في ال في والخصص ال والكثره والخصص في بعض المناطق اعطى هذه الاشكاليه ديال الماء اشكاليه مهمه دوليا ووطنيا كنهضروا على لا موليكول دو لو الماء باش مكون الهيدروجين والاكسجين والطريقه بانه الماده الوحيده اللي كنلقاوها صلب وسائل بخار على وجه الارض وجه الارض هذه الماده هذه عطاها الله واحد الميزه خاصه وكنقولوا بانه القران كيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء عنده واحد القوه ماء كي يديب بعد الصخور الكلسيه مثلا الماء عنده واحد الطاقه كنلاحظوا بانه كي كيمشي من من الغصون كيمشي حتى الاوراق ديال الاشجار وكيعطينا ما يسمى بلا فوتوسانتيز والاشجار كتنمى بطريقه ديال الماء عندنا كذلك تنوع المناخ والتنوع ديالو في المغرب من الجبال الهضاب المناطق الصحراويه قضيه المناخ عندنا مناخ جاف وشبه جاف تقريبا 70% ديال مساحه المغرب وعندنا المناطق اللي هي رطبه المناطق اللي مجاوره للبحر البحر, البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والمناطق الجبليه هذه المناطق عندها واحد مناخ كيتعلق بدوك المناطق تقريبا تساقطات الامطار المناطق الجنوبيه عندنا 100 حتى 150 من 50 حتى 150 ملم في السنه المناطق الوسطى شبه جافه من 150 حتى 300 ملم في السنه والمناطق الرطبه كيتعدى 400 يمكن ليه يوصل في المناطق الشماليه طنجه وتطوان يوصل حتى 800 و1200 ملم في السنه اذا المناخ كنطرقوا ليه هنا في المتحف وكنوريو كيفاش هذا المناخ كيتبدل عبر المناطق وعبر السنوات سنوات الجفاف ديال 1982 حتى 85 خمس ست سنوات الجفاف من ديك الساعه لدروك المناخ ما بقاش قار ولات سنه ممطره وسنتين ثلاث سنوات حتى اربع سنوات, سنوات غير ممطره اذا هذا تدبير المياه ما خصوش يكون غير على سنه واحده ولا جوج سنوات المغرب تعلم انه يدبر الماء على تقريبا ثلاث سنين اربع سنين كتكون عندنا سنه ممطره كنخزنوا الماء في البراجات وهذا الماء كان حول نوزعوه على 3 سنين سنين متحف كي يطرق العلاقه ما بين الماء والانسان كيفاش الانسان حاول يدير بعض الطرق تقليديه قديمه عتيقه اللي هي كانت كتفك المشكل في هذيك الوقيته مثلا تقسيم الماء في السقي تقسيم الماء ما بين الجبل والمناطق في السهول كيفاش الناس كانوا كيقسموا كي الماء بيناتهم وكيقسموا الارض وكيقسموا التوزيع الماء بطرق قديمه اللي هي باقي جاري بها العمل حاليا في, في المناطق القرويه الطبق الثاني طبق النيفو الثاني هو كيطرق العلاقه ما بين الجيومورفولوجي الجبال الهضاب والسهول مناطق الصحراويه وكيفاش المناخ كيتفرق من جهه لجهه وكيفاش سكنة حول حولت انه كل منطقه كتستعمل بعد المواد وبعد بعد الحوايج اللي كتستعملهم في الفلاحة في تخزين المياه مثلا كنلقاو بعض فيها المطفيات بعض البلايص كنلقاو فيها كيجبدوا الماء بداك الجادو بعض المرات كنلقاو الخطارات كنلقاو الكابتاج ديال ديال العيون و وعبر قنوات مصوبه من, من الخزف كيمشيو يزودوا المدن بالنسبه للطبق الاخير فيه حتى خمسة المواضيع الموضوع الأول الأساسي هو الثورة المائية بالمغرب في 1967 المغفور له الحسن الثاني أعطى واحد الخطاب كيقول بأنه قبل من سنة 2000 خصنا نسقيو مليون هكتار هاد مليون هكتار المغرب باش يسقي مليون هكتار خصو يقوم بدرجات عديده خصو سواقي كبيره ممتده عبر كيلومترات متعدده اذا كانت واحد ليكونومي من مور هذا الخطاب هذا، وهذا ليكونومي متعلقه بالماء أه تخزين الماء استدراج الماء والسقي في اماكن اللي هي خصبه بالنسبه للمغرب والحمد لله انه في 1997 تمكنا باش نسقيو مليون هكتار حاليا المغرب كيسقي مليون ونص هكتار فهاد مليون ونص هكتار تقريبا في 60% مسقيه بالتنقيط سافو دير بالكوتا وباقي عندها تقريبا عن 40% اللي هي مسقيه بطريقه قديمه ديال الربطه واللي كتضيع علينا شويه الماء مع التبخور مدينة مراكش اللي معروفه بالخطارات وهذه الخطارات في القرن العاشر انطلقوا من مدينه مراكش للجنوب ديال المغرب وهذه الخطارات كيستدرجوا مياه الجوفيه مراكش فيها الجبل حداها جبل الاطلس فيها السهل أه الحوز وفيها كذلك واحد المنطقه اللي هي خصبه بزاف واستدرجوا الماء من من الفرشه المائيه اللي وصلوه لسطح الارض وبلا ما يستعملوا مضخات الماء كيجي كي على سطح الارض وكيسقي اراضي خصبة في المدار ديال مدينة مراكش القديمة الزوار ديالو الزوار ديالو عندنا تقريبا 53% من الزوار تلاميذ وأطفال وطلبة من الجامعات وتقريبا واحد 29% ديال الأجانب والما بقي تقريبا العائلات المغربية في الأول كان كان المتحف قبلة الطلبه الجامعيين والاساتذه الجامعيين اللي كيجيو لهنا على اساس انه يطلعوا على هاد التراث المائي والمخطوطات المائيه القديمه اللي عندها مئات السنين اللي متوفرة هنا في المتحف وكان قوموا بشراكات مع الجامعة ومع المعاهد العلمية الدولية والوطنية وكان حاولوا باش نحاول المتحف يحاول يعطي شي حاجه للجامعه اللي ما موجوداش في الجامعه بالنسبه لاخر ما يمكن لي نهضر عليه هو اشنو كيوجد المغرب 2030 و2050 الملك محمد السادس نصره الله آه قام بواحد آه استراتيجي آه حول الماء واستباقيه على اساس انه آه آه كاين بعض الحوايج اللي آه المغرب تطور مثلا تحلية مياه البحر استعمال المياه العديمة. الم الحفاظ على المياه الجوفيه المحافظه على آه تاثير الفيضانات على المدن آه تقريبا آه آه الفلاحة ولينا كنستعملوا السقي آه بالتنقيط آه تقريبا المحافظة على المناطق الرطبة هذه كلها آه موجودة في استراتيجية آه المائية للمغرب اللي آه الملك آه محمد السادس آه حاول يضبطها وحاول يفكر المستقبل كيف يفكر الأجيال ديالنا والمتحف آه اخر ما يمكن لي نقول هو انه لا تابع الشبكه العالميه للمتاحف وقدم بعض البحوث جد مهمه حول الخطارات اللي هي اه تنشرت عبر اه اليونسكو والمنابر الاعلاميه اه في العالم